السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي، وهذه حلقة جديدة من حلقتكم برنامج طارق شو. اليوم حنتكلم عن الرياضة على مستوى تشاد عموما، جمهورية تشاد والجاليات التشادية حول العالم. الجالية السعودية هي النموذج الأساسي اللي راح نعتمد عليه. في الحلقة هذه يعني حنعرف ليش ما ازدهروا اللاعبين التشاديين على غرار أقرانهم من الدول الثانية، مثلا زي دول الجوار، الكاميرون مثلا، دولة سنتر أفريق، ودولة نيجيريا، ودولة الكوديفوار، دولة السنغال، ومالي، وتوغو، وبنين، وغانا. يعني الدول الإفريقية عامة لاعبيها موجودين في الدوري الأوروبي أو في الدواري الأوروبية عموما، والبطولات العالمية على مستوى أنديتهم، وحتى الأندية اللي مثلوها زي اللاعبين الأفارقة اللي لعبوا مع المنتخب الفرنسي وحازوا كأس العالم 2018 وحتى سنة 1998، كان من ضمنهم لاعبين أفارقة. وهذه هؤلاء الأفارقة بغض النظر عن اللي ولدوا في أوروبا، في اللي راحوا أصلا هجرة، يعني هاجروا بشكل مباشر، قطعوا البحر، ركبوا بطريقة ما، ركبوا طيارة، في النهاية وصلوا أوروبا وقاعدين يلعبوا في أندية أوروبية على مستوى الأكاديميات، ثم ينتقلوا إلى الفرق الأولمبية، ثم الفرق الممتازة في البطولات الممتازة وفي الدوري الممتازة زي البريمير ليج، زي اللاليغا، زي البوندس ليغا، زي الدوري الإيطالي، وغيرها وغيرها وغيرها. أما الدوري الفرنسي فحدث ولا حرج، الأفارقة مليانين في الدوري الأفريقي، في الدوري الفرنسي. السؤال اللي يطرح نفسه من بين كل الأفارقة ومن بين الأعداد الكبيرة هذول اللي شفناهم على مر سنوات، يعني من التسعينات ومن قبلها وبعدها، لاعبين أفارقة كثر لعبوا في بطولة عالمية وفي كأس العكوس عالم، وصلوا حتى في بعض منتخباتهم، وصلوا دور 4، وصلوا دور 8، وصلوا دور 16، لكن ما شفنا المنتخب التشادي، ما شفنا اللاعب التشادي، ما شفنا حتى اللاعب التشادي المحترف واللي مثل حتى دول أخرى زي مثلا فرنسا وغيرها، أو الفريق أو المنتخب السعودي مثلا. يعني إيش اللي منعت التشاديين، ما خلتهم ينطلقوا في مسيرتهم الرياضية؟ مشاريع مواهب كانت موجودة ودفنت كلها وانتهت، إيش هالأسباب هذه كلها؟ هنعرفها إن شاء الله في هذه الحلقة. اعمل لايك لهذا الفيديو واشترك في القناة وانجوي، خليك معايا وابدأ. عودا حميدا، الرياضة التشادية عموما هنا في تشاد، على الرغم من انه الشباب عموما، سواء الشباب اللي توهم المراهقين او غيرهم، حتى الكبار يعني بيتفرجوا كورة بشكل مبالغ فيه، يعني يحبوا الكوره ويحبوا يشوفوا الانديه الاوروبيه ويحبوا يشوفوا اللاعبين الاوروبيين ويحبوا الاشياء هذه، لدرجه الواحد فيهم يروح يتفرج الكوره في السينما برا اذا ما عنده القنوات اللي تنقل في بيته زي كانال بليس مثلا، او الجزيره، او بي ان سبورت فيما بعد، يروح يتفرجها في السينما بكل بساطه، يتفرجها في السينما. يعني حقون السينما ما شاء الله، يعني سوقهم شغال هنا، لانه في اقبال على مشاهده المباريات العالميه والدوريات الاوروبيه والدوريات العالميه، ففي اهتمام للامانه، في اهتمام هذا على مستوى تشاد، سواء في القديم يعني اوائل الالفينات ايام الفيديو، ما الفيديو كانت تجيهم المباريات على شكل اشرطه، تخيلوا ده قبل ما يدخل الدش والبث الفضائي. فيما بعد ازدهرت هذه المشاهدة هنا في تشاد، وصاروا يتفرجوها عن طريق القنوات الفضائية زيهم زي باقي الدول الجوار وغيرها. إلى الآن الناس صارت عندها الدشوش والأشياء هذه، صارت عندها في بيوتها، والنسبة الأكبر يتفرجوها في السيني. الشاهد من كل هذا الكلام إنه وين اللاعب التشادي، وين اللاعب اللي أصلا يكون هو من تشاد، قام ونشأ في تشاد في ملاعب حواري تشاد، وثم وصل فرنسا، وثم وصل أندية أكبر في فرنسا، وثم انتقل لأندية أوروبية أقوى وخاض منافسات محترفين على مستوى عالي، فين اللاعب التشادي؟ المشكلة تكمن في الإمكانيات للأمانة. هنا ما في بنية تحتية رياضية، ولا في يعني مكان كذا ممكن اللاعب وهو لسه ناشئ صغير، أكاديميات ما في، أكاديميات ما في، تأسيس لاعبين ما في، مؤسسات تجمع هذول اللاعبين وتهيئهم وتستثمر فيهم وتستمر معاهم إلى أن يوصلوا مرحلة من عمر أنهم يلعبوا في دوري محترفين ويصدرونهم. دوري محترفين في تشاد ما في،
الدوري التشاهدي هو عبارة عن فريقين ثلاثة ما يعني المعروفين يعني قطن تشاد ولاك تشاد وكذا فريق كذا وخلاص، الباقي الفرق ما هي معروفة. أنت إذا من نفس المقاطعة هتعرفهم، إذا أنت ما أنت من برا المقاطعة ما هتعرفهم. ما لها بث، ما في بث يعني للمباريات اللي تتلاعب هنا في داخل الجمين، حتى لو بث أرضي في قناة تشاد. فدعم حقيقي للرياضة أو لكرة القدم ما في. واحد من الشباب اللي كان قاعد يلعب في الألعاب الأولمبية الثانية من شباب السعودية طبعا، وجاء جمعنا بغية انه يروح يلعب في ألعاب أولمبية، وكان لعبته هي الوثب العاري. هذا الشاب يعني قاعد يحكي لي معاناتهم، قال لي يا طارق هنا يشيلوك تلعب، تروح تنهلك وتجري ومبالغ تافهة. احنا نسمع المبالغ اللي الوزاره رصدتها للاعبين وللاعبين الاولمبيين اللي يلعبوا في الالعاب البطولات الثانيه والاشياء، نسمع ارقام لا باس بها. الواحد ممكن لو استلمها يصبر يمشي اموره ويشد حيله ويحاول ينافس، لكن المبلغ عبال ما يجي يوصل عندك يجي يوصل لك فتات. المسؤول الاول يشيل، الثاني يشيل، يتقاسم ويلعبوا باصات على الفلوس هذه. انت عبال ما تقطع الباص هذا منهم يوصل لك حاجه بسيطه بس. قال ما في حوافز، ما في اي حاجه، قاعد يشتكي للامانه. واختفى الولد هذا، حتى فتره راح الينا الصين حتى يمثل تشاس بطولات اولمبيه وفي الوثب العالي، راح الينا البطوله الفرنكوفونيه. فهذا يدل على انه وزاره الشباب والرياضه تشاد ما هي شايفه شغلها. هذا طبيعي جدا، وحابدا حظل اكرر انا هذا الشيء، لانه الوزارات تشاد اصاله المهم شايفين شغلهم. فمن باب اولى وزاره الشباب والرياضه تصير وزاره للنهب واكل القروش. فهذه مشاكلنا هنا داخل تشاد. طيب اللاعب نفسه او الشاب نفسه انه يحلم بانه يصير لاعب مثلا ويحط هدف يروح يلعب مثلا في كاس العالم 2030 او كاس العالم 2034 او زي كذا، ليش اللاعب الطموح نفسه ما يهاجر؟ اولا حواري الجميلة نفسها هي يعني ضيقه، ما فيها كور، ما فيها لاعبين كثير بيلعبوا كوره. توها اللي بدوا يسووا ملاعب السداسيات هذه، تروح تأجل الملعب بالساعة أو بالساعتين وتلعبوا. هذه توها ازدهرت، ما لها حتى أكثر من 5 سنوات. أنا في وجودي في إنجمينا في 8 سنوات اللي تواجدت فيها ما كانت موجودة، يمكن كان واحد بس. توها ازدهرت وبدأت تنتشر في أكثر من مكان في إنجمينا. هذا بالنسبة لي اللاعبين اللي حاليا قاعد يلعبوا كورة اللي أكاديمية ومدرمين وأشياء زي كده، ما في للأسف. شباب بس يجتمعوا أصدقاء ولا أي حاجة، يأجروا الملعب يروحوا يلعبوا، يتنشطوا أسبوعيا ولا أي حاجة، يخلصوا من جو العمل عشان يخرجوا من روتين العمل والأشياء هذه، يأجروا الملعب ويلعبوا كورة. أما بالنسبة للشباب اللي يلعبوا على البطولات الميدانية، بطولات الحواري هنا في أنجلمينا ضعيفة للأمانة، ما هي يعني قوية ذيك البطولات القوية. قد ما انا رحت شفت الملاعب الترابيه هذه، يعني زي ملعب زومبادا مثلا او الملعب اللي في سان كانتير بالقرب من ميدان الامه او ملاعب ديجيل، في شباب يتمرنوا فيه كل يوم وكل حاجه، لكن بطولات منظمه كده يسووا فيه دوري ويجمعوا فيه فرق احياء انجمينا ويلعبوا زي اللي كنا نسويه احنا في جده مثلا، او زي اللي حصل عندنا في جده مثلا، هنا في انجمينا ضعيف. فالامكانيات هنا في انجمينا يعني خلت اللاعب كذا يفكر في لقمة عيشه أكثر من أنه يفكر والله يلعب كورة أو يتمرن أو 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 أو. الواحد هنا في التشات يفكر في لقمة عيشه، ما يلقى كذا فرصة، أو حتى لو فقط يعني يفكر في أنه يبني نفسه، أول حاجة يفكر له مصدر دخل، يروح يشتغل أي شيء ثاني، والكورة يخليه زي الهواية، ما يخليه مثلا ركيزة يعتمد عليها، وحتى ممكن يهاجر يخوض في غمار البحر ويقطع ويروح فرنسا زي باقي الأفارقة. ما يسووا التشاهدين، التشاهدين دائما يعني انطوائيين شوية، يحبوا يكونوا موجودين في التشاهد، فغالبا ما حيهاجر عشان كورة، يهاجر عشان يعيش حياته برا في أوروبا مدري، ما يهاجر عشان يروح يلعب كورة. هذه النفسية موجودة في التشاهدين. اللي هاجروا قليل، واللي هاجروا ونوعيتهم اللي رايحين يبحثوا عن صفحة جديدة وحياة جديدة، مو أكثر ولا أقل. اللعب في منهم كورة شوية، مهم كثيرين، وبالتالي ما بانوا، ما انشهروا، ما انحرفوا. اللي هم موجودين قطع، لكن ما هم باينين ولا هم معروفين ولا هم مشهورين، بخلاف اللاعبين الأفارقة الآخرين زي سامويل إيتو، ديدو دي روكبا، وحبيب كولتوري، وكانوتي، ولاعبين هنا توغو، إدي بايور، ومدري مين، ولاعبين هنا المصارية مثلا أو شمال أفريقيا برضو في منهم الحاجر وبغية لعب كرة القدم كثيرين.
لعبوا في الأكاديميات الأوروبية وثم انتقلوا للفرق الأولمبية وثم الفرق الأول ووصلوا لحتى لمنتخبات أوروبية. هذا بمستوى هذا على مستوى تشاد. للأمانة التشادي ما قاعد يفكر بالاحترام بالطريقة الجدية هذه، يعني ما في جدية. يلعب كورة نعم، لكن ما يأخذها بجدية إنه والله يغامر حتى يوصل نادي من أندية العالم الكبرى ويبدأ يثبت نفسه ويزدهر. هذا شيء على مستوى تشاد للأسف، وكانت هذه أبرز الأسباب اللي خلت اللاعبين في تشاد ما يهتموا كثير بالكورة، على الرغم من اهتمامهم بالمشاهدة، لكن اهتمامهم بالممارسة ضعيف، واللي قاعد يمارس بدون إمكانيات، واللي عنده شوية إمكانيات ما عنده نفسية إنه يهاجر ويخاطر بحياته حتى يوصل الضفة الثانية أوروبا ويبدأ يلعب كورة. هذا بما يخص الوضع في تشاد. طيب خلينا نأخذ الوضع برا تشاد، شو كان وضع الجاليات؟ الجالية السعودية هو النموذج الأساسي قدام عيننا. ما في جالية تشادية في مصر ولعبة كورة زي الجالية السعودية، ما في، ولا في السودان. اللي في السودان أعتبرهم سودانيين، تشادين سودانيين، يعني جنسيتين. لا، إحنا نتكلم على الجالية اللي لسه قاعدة تشادين ويلعبوا كورة وفي بلدان الغربة. في السعودية أقوى جالية للأمانة. أنا عاصرت كثير من الشباب وشاهدت مباريات كثيرة وحضرت بطولات كثيرة، بطولة الحواري. كان في جاليات كثيرة تلعب كورة في السعودية، جدة تحديدا. جدة هي ملتقى الجاليات، ملتقى الجنسيات بالنسبة للسعودية كلها. جدة تعتبر ملتقى الجنسيات، ففي كل الجنسيات تقريبا في جدة، الجنسيات الإسلامية والجنسيات الآسيوية والجنسيات الأفريقية الثانية كلنا موجودين في جدة. فاللي لعبوا كورة وأثبتوا نفسهم من بين كل هذه الجاليات هي الجالية التشادية. أكثر اللاعبين اللي ثبتوا وبرهنوا نفسهم في الملاعب، في ملاعب حواري جدة وحواري مكة وحواري الرياض وكذا، الجالية التشادية. كانوا أقوياء جدا في كرة القدم، وكانوا يعني للأمانة كل كم فترة تشوف ما شاء الله جوهرة جديدة، كل كم سنة تشوف جوهرة جديدة على مستوى الجالية. ومن ضمن الجواهر اللي طلعت كان عبد الله عمر اللي مثل منتخب البحرين في كأس العالم 2010، كأس العالم 2000 وكم، المهم ماني خابرة كأس العالم 2000 وكم. عبد الله عمر كان من الجالية التشادية وراح البحرين وأخذ الجنسية ولعب في نادي محرق البحرين ووصل للمنتخب البحريني ومثل البحرين في كأس العالم، وحتى لعب ملحق مع المنتخب السعودي. فهذا الملحق اللي المفروض السعودية تشيل من البحرين نصف نقطة وتروح تلعب مع أوقيانوسيا اللي وقتها كانت أستراليا، البحرين فازت على السعودية وخرجتها من كأس العالم بباص واحد بس من عبد الله عمر اللي كان المفروض يجنسونهم السعوديين ويلعبوا في منتخبهم. هذا الشيء ما كان يحصل. الأسباب اللي خلت اللاعبين على مستوى الحواري في جدة ما يوصلوا للأندية السعودية والأندية الخليجية والأندية خارج السعودية كانت هي أسباب يعني حكومية، القوانين الحكومية، القوانين والتشريعات حقت البلد نفسها. ما ننتقد القوانين هذه ولا لنا علاقة فيها، يحطوا قوانين زي ما بدهم، في النهاية بلدهم هم من أحرار. لكن أنا بعطيكم هيك سبب، يعني أبرز سبب خلت اللاعبين التشاديين في الجالية التشادية في السعودية ما قدروا وصلوا أماكن يعني عالمية رفيعة، أو حتى ما قدروا مثل المنتخب السعودي اللي هم أصلا بينتموا للسعودية كمنشأ. يعني لاعب نشأ في السعودية طبيعي هو حيكون منتمي للسعوديين، لكن القوانين اللي كانت موضوعة من قبل الجهات التنفيذية في السعودية عموما، وإلينا اليوم بدأت تتشدد زي ما سمعتوها في قصته وقصة خروجي من السعودية. من ضمن هذه القوانين قوانين الإقامة وقوانين التمييز، يعني يمنعوا اللاعب الغير سعودي من أنه يلعب في أندية سعودية، مع أنه أندية يعني نادي النادي ليش تمنعه؟ خليه يلعب عادي، هو إيش بيسوي يعني لما يلعب في النادي؟ فكانت الأندية السعودية الاتحاد، الأهلي، الهلال، الوحدة، أحد، الأندية السعودية كلها ما تقبل اللاعبين غير السعوديين، أبناء الوافدين حتى ما تقبلهم. فهذه كانت أبرز الأسباب اللي دمرت مسيرة حياة شباب كثير، المسيرة الرياضية لشباب كثير غير 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 إنها مسيرتهم اتدمرت قبل أن تبدأ بسبب القرارات هذه. أنا اللي قاعد قدامكم هذه أيام الابتدائية كنت ألعب كرة اليد على مستوى منتخبات المدارس. فأحد المدارس الحكومية، أنا كنت في مدرسة أهلية وكنت ما شاء الله يعني طويل القامة وكذا، ودائما الأستاذ الرياضي يشيلني في معاه في منتخب كرة اليد هذه تيجي جاري وتنط بقوني طويل، فكان الأستاذ يستغل النقطة هذه وكنت أسجل أهداف كرة يد. أنا إنسان ما ألعب كرة اليد، ناس طولي شالني على حسب طولي ولعبني في منتخب المدرسة لكرة اليد. فالشاهد من الكلام انه احد المدارس الحكوميه، طبعا المدارس الحكوميه غالبا المدير والسلك الاداري والمعلمين اغلبهم يكونوا سعوديين لانهم يجوا بالتعيين من قبل وزاره التربيه والتعليم، بخلاف المدارس الاهليه اللي تلاقي التجار نفسهم اصحاب المدارس هذه
ما عندهم مشكلة إنهم يوظفوا معلمين سودانيين ومصريين وجنسية ثانية. هذا زمان يعني أيام أنا كنت في الابتدائية، فمدير المدرسة السعودي هذا سألني، تعال شافني طويل كذا ما شاء الله، طولي ممتاز، مشروع لاعب يعني، هذا مشروع لاعب كرة اليد. قال لي تعال يا أخي أنت سعودي؟ قلت له لا أنا من سعودي. قال لي يا أخي والله كنت سعودي عندك فرصة تلعب في النادي. عندي فرصة ألعب في النادي وأنا من سعودي ما عندي فرصة؟ قال لي والله ما عندك فرصة، أو كان بودي بودي إنك لو بالسعودي أنا أشيلك أوديك النادي. كان 66 ألف فرصة عادي ألقاها، لكن للأسف لكونك ما أنت سعودي والأندية ما تقبل غير السعوديين، فقط السعوديين هم اللي يلعبوا في الأندية، فممنوعين يلعبوا في الأندية بكل بساطة. ما أقدر أزيد على هذا الكلام. عشان كذا الشباب اللي لعبوا كورة، اللي لعبوا أي رياضة في السعودية من جالية ثانية، حتى الجالية الثانية أقصد يعني، وحتى الجالية الشادية، ما كانت عندهم فرصة أصلا، فرصهم موؤودة قبل أن تبدأ. أنت تلعب في الحارة عادي جدا، توصل لمرحلة بس من الاحتراف تميزت، لما توصل لمرحلة أندية ما حيشيلوك. السعودي يمشي، أنت المسعودي تقعد. ولاعبين كثير بالطريقة هذه، وفي الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة يعني اللي هاجر فيها عبد الله عمر إلى البحرين لقى فرصته والحمد لله، توفق ولعب حتى مثل منتخب البحرين، حتى صار من أبرز اللاعبين في منطقة الخليج، معروف عبد الله عمر. غيرهم ما قدروا سووها بسرعة يعني، أغلبهم اللي في جيل عبد الله عمر تحديدا أغلبهم كانت الإقامات غير سارية، مهم قاعدين يغادروا من ذاك الكلام، فنفس المشاكل نفس المشاكل. الإقامات هذه عدمتنا العافية للأمانة، والحمد لله على كل حال، اللي كان له نصيب واللي ما كان له نصيب، ولكن الجيل الحالي هم اللي قدامهم الفرصة، لأن السعودية بدأت تخف قيود اللي وضعتها على لاعبي كرة القدم تحت، بدأت تخففها شوية يعني. لا النادي السعودي ممكن يشيل لاعبين من غير السعوديين، وهذا اللي عرفته يعني وسمعته من الشباب حاليا في الوقت الحالي. فإن شاء الله تكون فيه الفرص أفضل في المستقبل، والجواهر اللي ضاعوا زمان ضاعوا الحمد لله، اللي فات فات، اللي راح راح، ونكسب اللي جاي قدامنا. وبإذن الواحد الأحد هنشوف إن شاء الله لاعبين أكثر في الدواري السعودية وفي الأندية السعودية، وإن شاء الله على مستوى حتى المنتخب السعودي، على الأقل يعطوا الباسبور بس تمثل المنتخب السعودي دوليا، وتيجي راجع يسحب منك الباسبور ترجع أجنبي ثاني مرة. هذا التصرف برضو ما كان يعني مفعل، هذا التصرف بحد ذاته إذا كان مفعل والله لاعبين كثير تشادين وغير التشادين، يمنيين إريتريين إثيوبيين كانوا موجودين في جدة، الناس تلعب كورة بحق وحقيقة على مستوى عالي، بس ناقصها اروح العب في نادي، بس ما هو ناقصها اي شيء ثاني. فاتمنى ان شاء الله استمتعت بهذه الحلقه، واعمل لي لايك لهذا الفيديو، واشترك في القناه حتى تجيك الحلقات الجديده، ولا تنسى تفعل زر الجرس، والسلام عليكم.